أخبار اليوم. نصائح طبية. علاج الجدير المائي هو مرض فيروسي زي ما اتفقنا، ومرض فيروسي يعني متحكم ذاتي أو سيلف ليميتد، اللي هو بياخد وقته، بياخد أسبوعين لثلاث أسابيع من الأعراض. بيبدأ زي ما قلنا بأعراض خفيفة زي أعراض البرد، ثم يبدأ يظهر الطفح الجلدي اللي على الجسم. علاجه إن أنا أدي ملطفات للجلد، نأدي أدوية للحساسية تمنع الحكة، وفي بعض الأحوال العنيفة ممكن ندي مضاد للفيروس، لكن لا وجود للمضاد الحيوي. الأخطاء الشائعة جدا في الجديري، الجديري يا جماعة من الحاجات اللي بتهدي قبل ما بيظهر، بمعنى إن أنا لو عندي 10 أطفال في البيت مثلا، والطفل دوت واحد منهم جاله جديري مائي، فإذا هو بيهدي قبل ظهور الطفح بخمس أيام، فبالتالي كل من في البيت حتى بما فيهم كل الناس حصل له العدوى، وبالتالي ما فيش حاجة اسمها يتعزل عن اللي موجودين في البيت. ودي من المعلومات الخاطئة. نمرة 2، نستفيد من القصة دي، أنا لو جالي جدير النهاردة بيظهر عليا الأعراض بعد أسبوعين، فبالتالي أي طفل حصل له عدوى من نفس البيت هيظهر عليه الأعراض بعد أسبوعين على الأقل، من أسبوعين لشهر عشان يحصل أعراض للجديري في الطفل اللي حصل عنده عدوى. مفيش حاجة اسمها ما يستحماش، مفيش حاجة اسمها ياخدش شاور، الكلام ده مش صح ومش علمي يا جماعة. الطفل ياخد شاور بتاعه عادي، مفيهوش أي مشكلة، زي ما هو بطبيعته ماشي. الحاجة الثالثة، الأدوية المسة الزرقاء والحاجات الخزعبلات اللي بنشوفها دي كلام ملوش، يعني هو مش مفيد غير انه يكون مضر. يعني احنا الطفل بيمس مسة زرقاء دي لها مشاكل كتير على الطفل، فبالتالي برضو من الحاجات الخاطئة في علاج الجديري. واخر حاجة زي ما قلنا من شوية، المضاد الحيوي ممنوع تماما، ملوش قيمة الا في حدوث مضاعفات لهذا الجديري، والمضاعفات دي اللي بيحددها الطبيب. نقول معلومات عامة، الجديري من الأمراض المعدية، الجديري بيعدي قبل ما يظهر بخمس أيام، الجديري بيعدي لمدة أسبوعين بعد ظهور الطفح الجلدي، كل أفراد العائلة قد يكون وصلت لهم العدوى قبل ظهور العرض، الجديري قد يظهر أعراضه بعد أسبوعين لأربع أسابيع من العدوى، لا علاج للجديري غير ملطفات الجلد وأدوية الحسية، وفي قلة من الحالات بنستخدم المضادات الحيوية.